عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنستقبل فيها أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من عمان الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا. ندعي بقى شيخ أحمد. ربنا يشفيك يا رب يا أستاذة دعاء. يا رب آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. اللهم أسبل علينا يا ربنا نعمة الصحة والعافية. اللهم أسبل علينا نعمة الصحة والعافية. اللهم أسبل علينا نعمة الصحة والعافية. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك اللهم من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم يا ربنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب يا كريم. اللهم رب لنا أولادنا، وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام. نسألك ربنا أن تتقبل منا دعاءنا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المصلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم تقبل يا رب. نبدأ وناخد التليفونات. أم محمد أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذة دعاء، عاملة ايه؟ اهلا يا حبيبة قلبي، اهلا بيكي. ازيك يا شيخ احمد، عاملين ايه؟ الحمد لله والله، الله يكرمك يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يرضى عليكم الايام بخير يا رب. علينا وعليكم يا رب. اللهم امين. لو سمحت كنت عايزة اسأل حضرتك، انا جوزي امرار كتير قوي مش بيديني مصاريف اللي انا عايزاها اللي تكفيني. فانا ساعات بجيب مثلا حاجات من عندي مامتي من البيت، مثلا تديني حاجات تخصني انا في البيت، واقول له هات اجيب واخد الفلوس لي، انا هل كده حرام؟ لا مش حرام. لا وسؤال تاني معلش بعد اذنك، هو ادم اسمعيني بس، هو مش حرام مدام للاسف الشديد يعني لا ينفق عليك بالمعروف، ومدام انت لا تبذري هذا المال. يعني انت بتجيبي حاجه، يعني الفلوس اللي انا باخدها يعني انا بخليها لنفسي، انا ببقى عايزه حاجه خاصه بيا، يعني مثلا اجيب حاجه لنفسي انا. لا ما هو حاجه يعني شوفي شوفي، هو الأصل إن الزوج ينفق على بيته فينفق على زوجته، اللي عندنا في الكساء مثلا كسوة الشتاء والصيف، يعني هو بيجيب ده وده وبيجيب لأولاده. لو أنت محتاجة حاجة من الحاجات دي هو بيديكيش الحاجة دي أصلا، يعني ما بيديكيش مصروف، فمن حقك اللي أنت تاخدي ما يكفيك ولدك بالمعروف، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدخل تحت حد الكفاية دي اللي هو الإطعام والشراب والكساء، وكذلك الأمر قضية الدواء. فهماني؟
ايوه حتى يعني قالوا، انا اسف قبل ما تكملي، حتى قالوا كمان ان المراه اذا ماتت فكفنها على زوجها وان كانت المراه غنيه. يعني هو بيقولوا دايما كده ليه؟ لان الاسلام لما قال تتجوز المراه خلى الراجل ده يقوم على جميع شؤون المراه، فما حدش يجي يتنصل يعني، حتى مسؤوليه يعني. يعني يجي يقول لك لا انا ما ادفعش وبتاع، وما انت متجوز ليه؟ نعم. استاذه دعاء زعلانه من كلمه الكفن دي. يلا قولي. رجالها ما هيصدقوا بما يسمعوك بتقول كده، كل واحد هيروح يشتري لمراته كفن. لا، ربنا يبارك في اعمار الجميع. لا انا اتكلم في ايه، ان حتى في المساله دي يعني ممكن يقول لك ايه، ان هو يعني معها فلوس، ان هو مسؤوليته يعني لحد اخر لحظه. ولذلك شوف النبي القران يقول وبما انفقوا من اموالهم. يا ريت الرجاله والله يسمعوا الكلام ده بس. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. والمراه الصالحه هي لما يكون زوجها مش قادر يا استاذه دعاء، ومش قادر ان هو يدفع، فبتصبر، صح كده ولا ايه؟ تقول له معلش اهو يوم ويوم، وانت واحنا عارفين الازمه، لكن ما بيديهاش فلوس او بيديها يعني بيقتر عليها بيضيق عليها العيشه، فمن حقها ان تاخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يهدي. ام محمد، هو انت كان عندك سؤال تاني صح؟ انت لسه معانا ولا الخط قطع؟ لا انا معاكي حضرتك. قولي يا حبيبي. بقول لك هو مش بيصلي خالص، وامرار كتير قوي بقعد اقول له صلي، يقول لي كل حاجه هتيجي في وقتها، اقول له كل حاجه هتيجي في وقتها، الصلاه ليها وقت، الصلاه في وقتها، الاذان يبدا نقوم صلي. فهل انا كده عليا وزر ان انا لو ما عدتش اقول له وصلي او كده؟ انا بطلت اقول له. خلاص يعني انت ما يعني كل وقت والتاني حاول اللي انت تذكريه بالله تبارك وتعالى، ما يقول لك هيجي وقتها يعني ذكريه ان في الاخره اللي هو يوم يكشفوا عن ساق ويدعونا الى السجود فلا يستطيع. ومعايا ابني نعم؟ 5 سنين. وبعدين بيقعد يصحي يوم الجمعه يقول له يلا يا بابا قوم نصلي. يعني هو ما بيصليش كمان حتى الجمعه؟ لا لا، ازاي؟ وبعدين ما يعني بيقوم. هو لما يقول لك هي اما هيجي وقتها قولي له، انت عارف وقت الموت هيجي امتى برضه؟ قلت له اقول له البني ادم الواحد ممكن يلاقي نفسه بين ايد ربنا، والناس بتموت على الطريق وهي ماشيه. يعني ربنا عمال يبعت لنا رسائل، جت الكورونا اللي ما قراش رساله الكورونا ده يبقى ايه حاجه ربنا يهديه، جت الزلزال اللي ما قراش الرساله بتاعت الزلزال يبقى هيروح فين بعد كده؟ يا السيدة عائشة، السيدة عائشة قال من لم يكفيه ذلك فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه الموت. ربنا يهدي الناس كلها يعني يا رب، يا رب الى الطريق الصالح. يعني اولا نسال الله ان يهديه، بس هو على خطر عظيم جدا جدا جدا، لان مساله ترك الصلاه مصيبه من المصائب، لان اول ما يسال العبد يوم القيامه يسال عن الصلاه، ده مهمه جدا، ده البوابه اللي احنا اول ما نتسال صلاه، فان صلحت الصلاه اللي وراها ان شاء الله يكون امره طيب، ما فيش نسال الله السلامه. عافينا يا رب. استراء اهلا بيك. بالمناسبه ترك الصلاه مجرم، لان ربنا قال افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يعني. ربنا يهدي يا رب. طيب استراء اهلا وسهلا. اهلا دكتوره دعاء، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله، الله يحفظك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. بخير يا رب. كنت عايزه اشكر بس فريق العمل اللي معاكم، بجد ناس منتهى الذوق يعني، شكرا جدا. الحمد شكرا لله. يا حبيبه قلبي، ربنا يكرمك. الله يخليك. دكتور كان عندي سؤال دلوقتي، انا متجوزه من سنه ونص، كانت علاقه جوزي بحماية مش قد كده من قبل الجواز اصلا، ووالده زوجي متوفاه من وهو صغير. فبعد ما اتجوزت يعني كان جوزي خلاص ما صدق ان هو يبعد بقى عن باباه، يعني خلاص لان في حد معاه وكده، فيعني بدا ان هو يبعد عن باباه شويه بشويه. فانا كنت بتكلم معاه وكنت بس كان بيسمح لي ان انا اروح لحمايه. فكنت بروح مع اختي وجوزي يعني، بس فجاه كده حمايه يعني قلب، فبيقول لا ما تخليهاش تيجي معاكي. اخوه الكبير بقى في خلافات مع جوزي في الشغل، كانوا شغالين مع بعض فاتفرقوا، كل واحد بقى شغال لوحده. فقلت لجوزي خلاص انت واخوك على خلاف، والدك ملوش ذنب وانا برضو ماليش ذنب، انا عايزه اتعامل مع عيله، انت خدتني من عيله يعني عيلتي كبيره ومترابطه وكده، انا كنت عايزه ان نفس النظام ده يبقى في عيله جوزي. فجوزي قال لي لا خلاص مالناش دعوه بيهم. فانا كنت بحاول ان انا يعني اكلم حمايه، فحمايه ما كانش بيرد. فقلت لجوزي كذا مره ان انا اروح، وفكرت ان انا اروح من وراه، بس والدتي منعتني، قالت لي ان ده هيبقى حرام. فانا مش عارفه اعمل ايه، وانا حاسه ان انا شايله ذنب، رغم والله يا شيخنا انا ما جيت جنب حد منهم ولا لحقت، ده هم كل الكلام ده في خلال اول اسبوعين جواز. فانا ثانيه واحده يا اسراء، ثانيه واحده يا اسراء، انت ليكي اي علاقه بالمشاكل اللي بينهم؟ نهائي والله. طيب. يا دكتوره نهائي. طيب السؤال الثاني، انت محمله نفسك فوق طاقتك ليه؟
لان انا يعني مش حابه ان جوزي ما يبقى غير بار بوالده، يعني ايا كان ده راجل كبير فلازم يعني. ماشي يا اسراء، في الاول وفي الاخر هما لا صله رحمك انت ولا عيلتك انت. انت بتقولي الراي اللي هو ايه يرضي ربنا. انت يا ابني ما ينفعش تقطع صله الرحم لجوزك، يعني انت يا حبيبي ما ينفعش انك تقطع صله الرحم بينك وبين اهلك، والموضوع ما يستاهلش اكتر من كده وبس. هو ده اللي عليكي، انت ما تحشريش نفسك ابعد من كده وتعملي لنفسك قصص ومشاكل واكلم واروح والف من وراه. انت ما تدخليش نفسك في ما لا يعنيكي، صح؟ خلاص تمام. بس يعني الشيخ احمد اللي هيجاوبك، انا ده بقول لك رايي انا من ست لست، ده رايي انا من ست لست، لكن لسه الشيخ احمد هيجاوبك. ماشي، وخدي المواضيع كده بهدوء. انت خلفتي ولا ايه ولا لسه؟ اه معانا بنوته. طيب انت بقى ربنا يخليها لك. هو اللي مضايقني انا اولا، بصي يا اسراء، برضو ان حمايه ما يعرفش ان انا خلفت ولا يا هي اسراء يا اسراء يا اسراء. ايوه انا بس عايز اقول لحضرتك ان حمايك ده اصبح في مقام الوالد، يعني هو بقى اصبح محرم عليك على التأبيد، فهماني؟ فده مقام والدك. قضية اللي انت بتروحي تزوريه هذا ايضا من باب البر. قضية اللي انت بتأموري زوجك بكده من باب النصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. لكن يبقى امر، لو ان زوجك قال لك ما تروحيش هناك وحس ان ده هيجي من وراه مشاكل، فهنا هنسمع كلام مين؟ كلام الزوج. لكن في امر تاني، اللي انا ممكن اتصل بحماية احاول بقدر امكان احنن قلب زوجي واقول له خلي بالك من قطيعة الرحم، لان دي ربنا هي بتعمل كده ما بيردوش عليها. خلاص تحاول، يعني خليها تحاول عشان خاطر البنوتة الصغيرة دي، واخد بال حضرتك؟ الحاجة التانية، لو ده مهم جدا، لو انت عندك حاسة، شوفي ده مهم جدا، ان زوجك قال لك في مشاكل، انت حاسه اللي هيجي من ورا المساله دي مشاكل، فانا بقول لك لا، خليكي قاعده، والاثم هيكون في الوقت ده على مين؟ على زوجك. لكن انت عليك النصيحه اللي انت تنصحي، وخلي بالك ان ده في النهايه بر والدين، وده باب مفتوح للجنه. لو اغلق الباب حياتك هتبقى سودة في الدنيا وفي الاخره، فالحق نفسك دلوقتي، واخده بال حضرتك؟ بالراحه كده. يعني لكن قال لك ما تروحيش، وعارفه ان هو ممكن يعمل لك مشكله، لا، حافظي على بيتك وحافظي على نفسك وما تخرجيش. طب ممكن اعمل مكالمه 2 3 4 من باب اللي عليا عشان حماي يرد واصلح العلاقات؟ اه ممكن، لكن لو دي كمان هتجيب مشاكل وجوزك هيعمل لك مشكله، امنعي نفسك تماما. يعني الواحد ينصح بالمعروف وما يدخلش نفسه اكتر من كده او يعمل لنفسه مشاكل. نصيحه ان ما ينفعش ان يكون في اب والابن يبقى عاق بالطريقه. ما هو هي تتكلم مع جوزها. لا انا بدي نصيحه للناس كلها بقى. اللي هو ما ينفعش ان الابن يكون عاقب بالطريقه اللي هو ما يسالش حتى عن ابوه. طبعا واخوه، دي اكبر مصيبه كبيره جدا يعني في حياتك. يعني قطع صله الرحم دي اكبر مشكله. بقى ده الرحم القريبه جدا منك، ده الاصل اللي هو الاب. فاذا كان القران سبحان الله حتى في لما قرن قال ايه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدين راح قايل ايه؟ وبالوالدين احسان. عارف احسان يعني ايه؟ يعني انا اصل ابويا بيزعق لي، قال له مهما يزعق لك برضه انت روح بوس ايده وبوس رجله وبوس راسه، هو ده الإحسان اللي انت تقدمه لوالدك حتى لو والدك كان ظالم. مالكش انت دعوه، روح بس قدم البرش. طيب معنا تليفون ابو محمد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ دعاء. اهلا اتفضل. عندي سؤال بس للشيخ، بس عاوز رأي شرعي يعني بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك يا شيخ احمد، انا معايا الزوجة، يعني اسف اني اقول الزوجة، واخد بال حضرتك، بس عملت يعني اقدر اقول يعني شيطان على الارض يعني. يلا المهم دلوقتي شيخ، انا كنت لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا ابو احمد بتقول عليها كده؟ متجوزها بقى ابو محمد بقى لك كام سنه؟ بقى لي انا متجوز من 2003 ومعايا بقى لك كم؟ من 2003 من 2003 ومعايا اربع بنات وولد. تمام، يعني انت بقى لك 20 سنه متجوزها. اه بالظبط كده. وخلفت منها تمام حضرتك خمس عيال، صح؟ اه خمسة. اكتشفت بعد 20 سنة انها شطن ولا من اول يوم؟ لا لا لا، هي انا بقول لك من الكلام ده من سنتين ثلاثة بس. اكتشفت من سنتين ثلاثة، ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان انا كنت مسافر انا واخويا، بنسافر الخارج وبنشتغل وبتاع وبنرجع وتمام التمام. انت ومين؟ اخويا. تمام. واخويا اتجوز في 2015. ماشي. تمام؟ فبدات المشاكل من 2015، مشاكل سهله حلها وبتاع والكلام من ده. هي بقى واحنا استغلت الفرصه واحنا مسافرين. هو حضرتك اتكلم بالراحه بس عشان نفهم، اخوك اتجوز من 2015، المشاكل حصلت ليه بقى؟
متجوز من 2015 اخويا، بدات هي تعمل مشاكل مع مرات اخويا. هي اللي بتعمل مشاكل مع مرات اخوك؟ اه مش عاوزاها في البيت او عاوزه البيت. هو انتوا قاعدين في بيت واحد يعني؟ بيت عيله. بيت عيله. ومعايا ومعايا والدي عنده 92 سنه مسن. ووالدتك؟ والدتي متوفيه من 2007. انا في سنه 2007 انا حجيت، في سنه في نفس السنه اللي حجيت فيها توفت والدتي. طيب هي الله يرحمها، هي بقى يعني واخده دور اللي هي كانها الحما. الله ينور عليك، هي واخده دور اللي هي يا ست البيت. تمام. كان بيحصل تطشات كده بسيطه وما عندي له علاقه بتعدي. تمام. هي دلوقتي عملت تمثيليه هي وابوها تمثيليه بتكليف واحد محامي. تمام حضرتك. هي واخوها هي المحامي يعني المحامي هيعمل ايه؟ محامي ما شافهم في الموضوع يعني. يعملوا ايه بقى؟ عملت قالت لابويا ان مرات السلفها اللي هو اخويا بتعمل مشاكل وبتاع، واكتب لي ورقه كده صوريه عرفيه بالبيت وبتاع، وابويا عنده 92 سنه واحنا كنا مسافرين انا واخويا. اعوذ بالله. تمام. كتب لها ابويا البيت على اعتبار دي ورقه عرفيه سجلتها من وراه، وغير كده انا كنت ببعت لها كل 30 يوم بفلوس كل اللي كرمني به ربنا بحوله عليها. وحوشت الفلوس وقلت لها افتحي دفتر في البريد وحط فيه الفلوس، تاخدي مصاريف بيتك وحط الباقي في البريد. هي كانت فتحت الدفتر باسمها وانا كنت قايلها باسم ابني. عشان بقول ده للزمن، هي فتحته باسمها من غير انا ما اعرف. تمام حضرتك. بعد كده هي جت سحبت الفلوس كلها مره واحده من غير انا ما اعرف وانا في الخارج، والبيت بقى على اسمها. وكنت بعتها مره، بعت لها حوالي 1500 دولار مره واحده، جابت بها ذهب برضه، الذهب لحد دلوقتي انا ما شفتوش. تمام حضرتك. بعد كده قالت لي انت مالكش عندي غير هدومك، تاخدها من البلكونه واعمل اللي تعمله. رحت للمحامين ورحت للقضاه ورحت لحوارات ناس وبتاع والحاجات دي، انا عاوز اعرف راي الدين. كل البيبان اتقفلت في وشي، واخواتي بيطالبوني بالميراث، وابويا راجل كبير ما يعرفش الخمسه جنيه في ايده تبقى جنيه ولا 100 ولا 1000، ما يعرفش حاجه. طب ثانيه واحده، ما انت باباك لسه عاي. ما هي خلاص سجلته كانه بيع وشراء ما يقدرش يرجع فيه. كانه بيع وشراء خالص الثمن كمان. طب ازاي سجلته اصلا ووالدك ما هو لم سجلته حضرتك؟ وكانت فيه جلسه المفروض يحضرها الراجل الكبير، الاعلان اتخفى، المحامي خفى الاعلان ما وصلش للراجل الكبير. يعني عملوا لفه كده يعني قانونيه. وجات غرامه على الراجل الكبير، الغرامه دلوقتي راح المحامي قال له احنا هنسددها، دي كلام فاضي وبتاع ما لهوش اي لازمه، ده كلام عشان حاجه ثانيه، المهم ان توهوه في الكلام. واحنا وانا غبت بعد سنتين، ما جيت من السفر بعد سنتين واكتشفنا كل ده. حتى عفش البيت لما جيت من سفري لقيت البيت على البلاط، على البلاط. بسال اولادي بقول له يا ندى في فين الحاجه؟ قالت لي والله ما شفناها لما خدتني. ودلوقتي عفت اولادي عليا، دلوقتي انا بقالي سنتين ونص هنا راجع من السفر ما شفتش اولادي. انت دلوقتي وانت دلوقتي لما نزلت يعني قاعد في انهي بيت؟ انا قاعد في القاهره دلوقتي، سايب البيت وقفيت وقاعد في القاهره. ايوه يعني هي البيت بيت ابوك ده هي اللي خدته؟ وهي اللي قاعده فيه؟ وهي اللي قاعده فيه. هي واولادك؟ نعم. هي واولادك؟ هي واولادي. ووالدك وباباك فين؟ ووالدي برضو موجود في البيت. واخوك ومرات اخوك مشيتهم؟ هم بره مش عارفين برضو يعملوا حاجه، مشيتهم. واخواتي البنات دلوقتي عاوزين، بيقولوا لي انا معايا اختين بنات برضو، بيقولوا حقنا هيروح فين؟ انا عاوز الراي الشرعي دلوقتي، القانون اتقفل مفيش بقى. رحت لمحامين، المحامي يقول لي عاوز 50000، عاوز 100000 عشان ارجع كده، مفيش فايده. انا مش معايا الفلوس دي. رحت عملت محضر في مباحث الاموال العامه. طيب بص يا ابو احمد، انت دلوقتي متصل علشان تسال السؤال المحدد، الراي الشرعي في القصه دي ايه، صح كده؟ انا حرمتها. طيب. وكلمت اهلها ان انا محرمها حتى ترجع الحقوق لاصحابها. يعني هي اصلا وهي دي حاجه فرقت معاها؟ مع دلوقتي انا حتى اولادي ما بشوفهمش، صله الارحام اتقطعت بين اخواتي، ابويا ما بشوفوش غير كل فين وفين، اروح ابعت له فلوس اخد له حاجه اديها لحد من الناس يديها له. لا اله الا الله. ماشي. كل قصه طبعا يعني قصه غريبه جدا جدا جدا، ان واحد يثق في مراته، يعني هيثق في مين يعني؟ سبحان الله. هو الغريب اللي واحد يثق في ولاده. ما بقول يعني الراجل واثق في مراته وواثق في امه وولاده، يعني مش متخيل ان هي يعني ممكن تغدر بيه الغدره دي. هو مساله، هو قضيه الغدر، لان دي علامه من علامات النفاق يا استاذه دعاء، اللي النبي عليه الصلاه والسلام حددها صلى الله عليه واله وسلم، اللي هي قضيه الانسان بيغدر. الحاجة التانية عندها خيانة للأمانة. لما جوزها يرسل لها فلوس وبعدين يقول لها اكتب في حاجة في البريد وبعدين تفتح هي باسمها وما إلى ذلك، وتصرف الفلوس على نفسها أو تروح تضحك على الراجل الكبير المسن وتعمل الكلام ده. أنا بس عاوز أقول إن هو لو شاف محامي شاطر
ان شاء الله باذن الله اعتقد ان في ثغره او حاجه زي كده، ان هم يثبتوا ان الراجل ده ليس في وعي وهو ما يعرفش اي حاجه وهي مضته. قد يكون، انا ما اعرفش في المسائل القانونيه دي، لكن لازم يشوف محامي في المساله. لكن دي خيانه، خيانه للامانه، وده ظلم بين. وان حدث الكلام اللي هو بيتقال ده، فدي امراه فعلا شيطانه. يعني لو كان بالطريقه دي فهي شيطانه. طب والفلوس دي كلها اللي هي دخلت لها كلها، ده اللي جمعته ده، هذا مال حرام. والمال الحرام ده لما يدخل في جسد الانسان خلاص بقى، يعني كل جسم نبت من حرام فالنار اولى به. فهي سرقت وخانت جوزها في مساله المال، وخانت حماها، وضحكت على الناس، ودمرت اخوه، ودمرت اخواته، ويمكن الراجل الكبير ده لو عرف ممكن يموت فيها. فهي قضيه دي امراه ظالمه وامراه خائنه للامانه، وفعلا كما وصف هي امراه يعني بالطريقه دي هي شيطانه، يعني على الكلام اللي احنا بنشوفه ده هي شيطانه. طيب هي هتعمل ايه بقى المراه دي؟ تعمل انها لابد ان ترد الحق الى اصحابه. ده عشان بس ربنا يغفر لها ان شاء الله. وهي تحت مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. ترد الحق قبل ايه؟ قبل يوم القيامه. طب ويوم القيامه بقى؟ يوم القيامة مفيش جنيه ودرهم ودولار وبتاع، في حسنات وسيئات وفي جنة ونار. هي لازم تفكر في الحكاية دي، ما تقولش أصل ده حقي، لا مش حقك، ده مش حقك، ده حق الراجل الكبير وحق أولاده، ده حق الراجل الكبير وأولاده. أنت سرقتي وأنت نصبت عليهم وظلمت الرجل الكبير وظلمت جوزك وظلمت إخواته كمان. فاتقي الله رب العالمين، لأن في لحظة الروح بتطلع، والقبر صندوق العمل. معانا تليفون رند، أهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. وعليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. ممكن اكلم الاستاذ احمد لو سمحتي؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. شكرا لذوقك. معلش انا اسفه معذرتك لو هنطول على حضرتك شويه. اتفضلي يا فندم. شكرا جزاك الله خير. حضرتك بس علي صوتك كده يا رند. حاضر يا حبيبتي. المفروض ان انا من خمس سنين كده. لا لا احنا مش فاهمين حاجه من الكلام. نعم مش فاهمين حاجة، حاولي تقعدي في حتة هادية شوية، اتحركي كده في البيت. ها وعلي صوتك يا حبيبة قلب. طيب حاضر، سمعاني كده كويس؟ ماشي. سامعيني، يلا اتفضلي. من حوالي 5 6 سنين كده يا شيخ، كان بيجيني في المنام أحلام وحشة جدا، عبارة عن ثعابين، عبارة عن بحر وحاجات زي كده. وعبارة عن مقابر بجري فيها، والدتي معايا بتقفل عليا الباب، حاجات شبيهة لذلك يعني. المهم فوجئت ان في اكتر من شيخ قال لي ان معمول له سحر سفلي. قال لك ايه؟ سحر سفلي. معمول سحر سفلي. عامل سفلي. طبعا قال لي مفروض ان العلاج بتاعي. طب يا رب عشان الصوت بجد مش واضح خالص، انت سؤالك ايه طيب؟ طيب هو انا ممكن يعني اختصر على حضرتك الكلام، ممكن اخد رقم الشيخ اتواصل معاه لان في حاجات خاصه مش هينفع اقولها على الهواء؟ انا هكلم حضرتك. حاضر ان شاء الله. حاضر هكلم حضرتك بعد الحلقه ان شاء الله. ماشي يا رند. لسه كنت بشوف حاجه مسلسل تركي كده عن التعبين وتعبين، قصه بس قصه غريبه. طب ليه مرعبه؟ بقتش خلاص قادره ايه ليه ترعبي نفسك؟ اسمع سيره تعبان وانا اشوف تعبين خالص في حياتي. ليه بس انت بس يعني ليه تشوفي وتتفرجي وتتفرج؟ هو مش هو المفروض ان هو مش مرعب، بس انا اللي بخاف من كل حاجه. بس هو غريب انت يعني بتروحي لحاجه انت حاجه بترعبك فبتتفرجي عليها ليه؟ ان في يعني جزء كده من البشر هم يعني هم تعبين، مش بشر يعني، هم يعني فاهم فصيله التعبين بس بشكل انساني. يعني مثلا ممكن انت دلوقتي عينيك بقى تتحول تنور كده، فيبقى انت من فصيله التعبين دول. وبعدين ايه اللي انت استفدتيه بقى؟ ان انا خفت. ما استفدتش اي حاجه غير ان انا خفت من التعبين. فهي دلوقتي لما حكت الاحلام بتاعتها دي فكرتني يعني هي يعني هي طبعا السؤال بتاعها ان لما هي قعدت تفسر الاحلام دي بدخلوها بقى في قصه السحر والكلام ده. هو سحر سفلي وسحر علوي وبتاع والكلام ده، لكن هو على اي حال احنا دايما لما بنشوف ناس بتشوف كثرة التعابين دي كلها بنقول لابد من الرقية، لابد من الرقية الشرعية يا استاذ وائل. الرقية دي كما في حديث ابن مسعود كما عند ابي داود باسناد فيه مقال، او اللي هو اللي احنا قلناها قبل كده في حلقات كتيرة جدا، او تقرأ حتى الفاتحة فقط، او تقرأ كل المعوذات، تقرأ اي صورة من كتاب الله عز وجل بنية الرقية، ان شاء الله ربنا
يشفيها ويعافيها مع الالتزام بكافة الأوامر الشرعية. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. تعالوا نبدأ كده ونشوف أول تقرير خير في فقرة الخير ونرجع لكم. إنجاز جديد مع مؤسسة فذكر، بير مية بيخدم عشرات الأسر في قرية من قرى محافظة بني سويف. اللي لفت نظري أول ما جيت هنا هي الرخامة اللي موجودة فوق البير، والصراحة جالي تفكير كده، قعدت أقول يا بخت الناس دي، كل حد هيشرب من البير ده، كل حد هيستخدم البير ده أيا كان الاستخدام هيكون في ميزان حسناتهم. كمان لفت نظري إن كلهم مكتوب قبل اسمهم المرحوم أو المرحومة، يعني ده عمل من أعمال البر يا جماعة اللي بنعمله لأهلنا أو للناس العزيزة علينا، علشان تبقى صدقة جارية ليهم، كل ده في ميزان حسناتهم. تعالوا نشوف الإنجاز الجميل ده مع مؤسسة فذكر. ازيك يا حاج أم أحمد؟ الله يسلمك يا بيه. كنتوا عايشين ازاي من غير البير ده؟ ودلوقتي الحياة بقت أسهل ازاي بعد البير؟ احنا المية بتيجي عندنا قليلة خالص، وكنا بننزل نجيبها من البلد، وربنا كرمنا وجاب لنا المية هنا اهي. كده بقت جنب البيت عند حضرتك على طول؟ أيوة، واللي بعوزها بنيجي نشغله الموتور وبيملي. انتوا كم بيت هنا تقريبا يا أم أحمد بيستفيد من البير ده؟ احنا هنا يجي 10 اهو. طب بتستخدموا المية دي في ايه؟ يعني في الشرب، في الأكل وكده ولا؟ في الغسيل وفي الطبخ وفي كل حاجة. قولي لي طب يا أم أحمد، انتوا محتاجين ايه تاني؟ محتاجين شوية خشب للبيت. البيت عندنا لا ملوش سقف. اول النطر ما بتنزل علينا على طول، واحنا بنبيت هنا في الشارع. والله بنبيت في الشارع. ربنا يعينكم يا ام احمد، يعني الحمد لله عملنا جزء من اللي ام احمد محتاجاه، وهي والبيوت اللي حواليها كلها ببير المية ده اللي بيخدمهم، وان شاء الله يكون في ميزان حسنات كل واحد ساهم فيه. وكمان ام احمد لسه بتقول لنا انها محتاجه تسقيف للبيت بتاعها، وانا كمان ببص حوالينا في المنطقه في اكتر من بيت محتاج تسقيف هنا، فان شاء الله مع بعض كده نتجمع في الخير ونساهم ونساعد، وكل واحد باللي يقدر عليه، علشان ان شاء الله نستر الناس دي كلهم. برحب بيك طبعا مرة تانية يا شيخ أحمد. الله يحفظك يا رب ويصل لك الأمر يا رب. آمين يا رب. وبفكركم طبعا أن أرقام التليفون اللي هتنزل على الشاشة دلوقتي، كل الأرقام اللي بتنزل طول فقرة الخير اليومية بتكون أرقام تليفون مؤسسة فذكر، مش أرقام تليفون البرنامج، علشان تتواصلوا معي. طبعا شفنا إنجاز من إنجازات المؤسسة، والمية وبير المية، وهم عندهم طبعا مشروعات المية مختلفة زي وصلات المية اللي هي بالعداد، زي أبار المية، ودي حاجة جميلة. وهنفضل نقول ان المية دي من أكتر حاجة مهمة ومن الأولويات، وهي فعلا سر الحياة. ربنا هو اللي قال، يعني ربنا قال كده. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. يعني هو ربنا اللي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء. تعرف اللي هو مش الإنسان بس، إنسان وجماد ونبات أي شيء في هذه الحياة، سبحان الله. يعني الماء له سر عجيب في تكوين هذا الشيء، سواء بقى الإنسان، سواء الحيوان، سواء النبات. فاللي بيعمل حاجة زي كده ويقدم خيرا لهؤلاء الفقراء والمساكين، صدقوني هو في النهاية يعني يبتغي جنة. يعني بيعمل الكلام ده هو يبتغي جنة. الجنة دي بقى صفتها ايه؟ عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون بقى. ودايما ربنا لما بيتكلم، احنا احيانا بنعدي الآية بنقراها وبنعديها كده بسلام، يعني ينفقون في السراء وايه والضراء. كتير من الناس ما بيقفش عند كلمة الضراء، اللي هو طول ما انا معايا فلوس فدي سراء، صح؟ طب لو انا معيش، طب انا لو معايا قليل، كان ما بيبقى 1000 جنيه فالغلاء وبتاع كان 1000 جنيه،
فنعمل ايه؟ فيقول اتقوا النار لو بشق ثمر. طيب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. النبي كان يعمل كده حتى لو عنب كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يفعل ذلك. لما نمشي نعمل الكلام ده وانا بعمل الكلام ده ليه؟ النهارده بقى هنتكلم على مش مسألة بس اللي انا ممكن اتصدق على فقير وسط مية ولا اساعد انسان في تسقيف بيت ولا اعمل اشوف انسان اطعمه لانه فقير اصلا، وخاصة احنا داخل علينا شهر رمضان، وشهر رمضان ينبغي على الإنسان أن يكون كريما أكثر من اللازم في شهر رمضان، زي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الإمام الشافعي كان يقول كده، يقول تأسيا برسول الله عليه لأنه والسلام. أجود ما يكون كان فين؟ في رمضان عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا الإمام الشافعي يقول تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله العظيم يا أستاذة دعاء، والله وأنا بحلب بالله غير حانس، لو فقهنا عن الله أمر الزكاة وفهمنا كلام أهل العلم في أمر الزكاة، أقسم بالله إن خلال 5 سنوات أو 10 على الأكثر والله ما نجد فقيرا، والله ما نجد فقيرا لا في مصر ولا العالم الإسلامي، والله ما نجد فقيرا أبدا. أنت متخيلة لو إحنا بس مشينا بس على كلام الفقهاء والعلماء في المسألة، والله هنغني الناس، هنغني الناس. وده حصل في فترات من الزمن، يعني حصل في فترة عمر بن عبد العزيز، كلنا عارفين الكلام ده، لدرجة ان هو بيت المال خلاص مش قادرين يقفلوه. طب نعمل ايه؟ ارموا بقى على الرمال والجبال وبتاع. طب جوزوا اللي عاوز يتجوز، سددوا ديون الناس سددنا. طب ارموا بقى الاكل، خلي الطيور تاكل بقى. انت متخيله وصل الامر لغايه فين؟ فاحنا ممكن نعمل الكلام ده بس لو خلصت النية، لو صدق العمل، لو كل إنسان بيقول أنا خايف على القرش ده لأن القرش ده والله يغمس الإنسان في النار لو أنفقه في غير حله. دي مهمة جدا، لازم نعرف الكلام ده. الصحابة ليه كانوا بيتسابقوا لفعل الخيرات وبالذات الصدقة؟ لأن الصدقة هي اللي بتقرب إلى الجنة. طب لو أنا خنت، تقرب مش تقرب بقى، تدخل النار في الدرك الأسفل، خلاص انتهت المسألة. ما هو يدايا ده، فلابد الإنسان أنه يحافظ. والذين يجمعون كذلك الأمر لابد أن يعلموا أن الله لهم بالمرصاد وأن الله يراقبهم، فلا بد أن الإنسان يبدأ ينفق ده في الأمور الطبيعية التي أخبر الله رب العالمين بها. وبالتالي الصحابة كانوا بيتسابقوا في المسألة دي ليه؟ إنه عارفين ده على طول في الدرجات العلى في الجنة، وربنا هو اللي يتاجر في المسألة دي. فأقول لك أنا أسيب حاجة ربنا بيتاجر فيها وما عملهاش، طب هتعمل إيه؟ يعني على سبيل المثال هناخد النهاردة مثال بسيط جدا. سيدنا احنا اعظم، انت بتحب مين من الصحابه لما اسالك؟ كل الصحابه. لا يعني مين الشخصيه اللي دايما معلمه معاكي؟ سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر. ايوه، وكل الناس كده يقول لك عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، صح؟ طيب سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو كل لما نتكلم عليه يقول لك عمر بن الخطاب والنبي قال لعمر والله ما وجدك الشيطان سالكا فجا، اللي هو طريق يعني، الا وسلك فجا اخر. الشيطان يخاف منك يا عمر، يترعب منك كده يا عمر رضي الله تبارك. وانا محتاج الناس تقرا عن عمر، محتاج الناس تقرا عن ابي بكر رضي الله. والله يا جماعه قراءه سير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عباده يتقرب بها العبد الى ربه، مهم جدا. تاني اهو اقراوا لاولادكم سير اصحاب النبي محمد عليه الصلاه والسلام، شوفوا مواقفهم العظيمة في الجود والبذل والإنفاق والتضحية وفي الخير والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان والتسابق في كل شيء في فعل الخيرات. نقرأ عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ عن زوجات سيدات بيت النبوة. بنت الشاطئ لها كتاب عجيب، أنا ما أعرفش إزاي مش موجود في بيوت الناس، والناس تقرأ عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أمهاتنا دول، أمهاتنا، نقرأ عنهم. فكده نقرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب حد يعرف حاجه عن عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب شويه تعرف ان بيقولوا على عبد الله بن عمر وجدنا شبيها لعمر وما وجدنا شبيها لعبد الله بن عمر. يعني احنا شفنا زي عمر بس مش ما شفناش زي ابنه. ابنه ده حاجه، حاله عجيبه. ايه ماله ابنه ده؟ كان مقتديا ومهتديا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن يقول بيمشي بطريقة معينة. بتمشي ليه كده؟ يقول أصل النبي في يوم من الأيام مشي كده، قعدت تحت الشجرة دي ليه؟ أصل في يوم من الأيام النبي قعد هنا. خلاص ده عبد الله بن عمر بن الخطاب. فكان عبد الله بن عمر لما يقرأ لن تنالوا البر، له حاجات عجيبة جدا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طب هو يريد أن ينال البر، لن تنالوا حتى تنفقوا مما إيه؟ مش من القديم، مش من القليل،
مش يا ابني شوف لي جلابيه قديمه عندك، يا ابني شوف لي اي حاجه، قميص مش عارف ايه، مش كده. لا، بيطلع الايه؟ الاجود، اللي هو طلع اللي انت بتحب بتاكله انت، بتحبه انت، احسن حاجه، احسن حاجه تطلع لله. فيجي عبد الله بن عمر يقول سيدنا نافع مولى عبد الله بن عمر، يقول ونافع ده شيخ الامام مالك وهو مولى عبد الله بن عمر، يقول ما مات ابن عمر حتى اعتق اكثر من 1000 رقبه. طب تعالى نحسبها، الاول كان في حاجه اسمها عبيد وبتاع ومش عارف ايه، بكام يا عم ده؟ يقول له يا اخي ب 10000 دينار، ب 1000 دينار مثلا. طب كويس، هنحسبها كده ب 1000 دينار الرقبه دي ولا حاجه. طب 1000 في 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 10 في 1000 في كام يا استاذه دعاء؟ رقم ما اعرفش احسبه. طب والدينار قد ايه؟ 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. بقول ما ماتش الا لما اعتق 1000، يعني ايه؟ تصدق بكل ده في سبيل من؟ في سبيل الله تبارك وتعالى. طب كل ده ليه؟ عشان هو فهم قول ربنا جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فكان ينفق، وإذا ما أنفق وضع المال في مكانه الطبيعي، مش في أي كلام، في عشان كده بنقول للناس لابد من التحري يا أخوانا حتى نغني الفقراء، نغني الفقراء، مش اللي احنا ايه تخيلي هنقعد بالطريقة دي 100 سنة لو ما عندناش الفقه ده، وهيفضل الفقراء هم الفقراء، هيفضل الفقراء هم الفقراء. فاحنا محتاجين علاج ان احنا نقضي على الفقراء، والله في خلال 15 سنوات نستطيع ان نقضي تماما على هذا الفقر. وربنا سبحانه وتعالى قال الشيطان يعدكم الفقر. الناس بقى اللي بتمنع بقى وبتلقى ومليش دعوة، وانا وبفكر في ولاد ولادي، مش ولادي بس، لا ولاد ولادي، وبعدين ابني لما يتجوز ويخلف هيكون عنده شقة، فانا اشتري بقى شقة عشان يا ابني خليك في حالك يا ابني، كما قال ابن مسعود ويقول له مش هتسيب حاجة لأولادك، قال وجدت لهم تقوى الله يعني أنا في النهاية وجدت تقوى الله لهؤلاء. ربنا يهدي يا رب، وربنا يقدرنا جميعا على عمل الخير وحب الصدقة وحب الخير. ونشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر. السلام عليكم ورحمة الله. جينا مع حضراتكم مع مؤسسة فذكر، جينا نشوف الأسرة دي احتياجاتها ايه، ازاي نقدر نساعد الأسرة دي. الأسرة دي لحد النهاردة ما عندهمش وصلة مية، حد الوقت اللي احنا عايشينه بيجيبوا المية من أماكن تانية، بيشتروها وبيحملوها، بروح أماكن بعيدة جدا جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا عم سيد، انت يعني كم المعاناة اللي انت بتشوفها عشان تجيب حبة مية وشوية مية لأولادك؟ كتير، احنا ممكن نقعد اكتر من ساعه نحول في المياه من منطقه لمنطقه عشان خاطر شويه مياه. تمام. عندي الجماعه ممكن يحول المياه من جيراننا من الشارع اللي معانا خالص مسافه، نعم ماشيين المياه وتجيبها هنا حتى. طب تطلب ايه من اهل الخير سامعينك وشايفينك دلوقتي مع مؤسسه فذكر، تقول لهم ايه؟ والله ممكن نطلب سيدتهم مثلا لو حضرتهم مثلا يقدروا مثلا يحولوا لنا مثلا يجيبوا لنا مياه مثلا، نحن نوصل مياه ان احنا ما عندناش قدره ان احنا ننزل مياه. سمعنا مع حضراتكم معاناه عم سيد ومعاناة أسرة عم سيد. عم سيد بيطلب طلب بسيط جدا جدا، عم سيد بيطلب من أهل الخير اللي سامعين وشايفينه دلوقتي، بيطلب منهم وصلة مية بسيطة جدا 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 ب3000 جنيه. ب3000 جنيه تقدر تخفف المعاناة اللي بيشوفها عم سيد وأسرة عم سيد. تعالوا مع مؤسسة فذكر، اتصلوا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة مع مؤسسة فذكر، خففوا كم المعاناة اللي بيشوفها عم سيد وأسرة عم سيد، وأدخلوا الفرح والسرور على قلب أسرة عم سيد. ربنا يدخل على قلوبكم الفرح والسرور في الدنيا ويسعدكم في الآخرة. مع مؤسسة فذكر تنزل على أرض الواقع، تلمس حاجات المساكين والمحتاجين. شفنا طبعا التقرير وعايزين تعليقك يا شيخ احمد.
أنا تعليقي كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن ضمن الطعام ده اللي هو الماء اللي احنا نبدأ نتصدق على ناس، لأن كتير من الناس فاكر الطعام ده اللي هو المم الأكل بس مش الشرب. لا، الطعام ده بيجمع بين الماء والإيه والشراب، وسيلة الحياة يعني. لا، وكمان الآيات يعني متضافرة متوافرة في كتاب الله على ذلك يعني. فربنا قال ويطعمون الطعام، ليه بقى؟ ليه بقى هنا مال هنا أكل ومية ليه؟ عشان إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ هل رياء وسمعة؟ لا، مش رياء وسمعة. أمال ليه؟ عشان كده احنا بنقرأ دايما في فجر الجمعة بنقرأ اللي هي ألف لام ميم اللي هي السجدة، تنزيل كما في الحديث، وهل أتى على الإنسان، اللي هي دي نبدأ بقى نتدبر المعاني دي يا أخوانا، نشوف ده. طب ليه يا جماعة أنتوا بتعملوا ده؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لربنا بس، مش عشان حاجة تانية. طب عشان تقولوا لنا شكرا وبتاع، يا ابني شكرني بقى، ما أنا قدمت لك حاجة. لا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل ده ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طب يا رب هتعمل معاهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وتاني يا رب، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويكمل بقى ربنا هيعملوا في متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا بيشوفوا برد قوي ولا حر قوي، ده فين؟ في الجنة. كل ده عشان ايه؟ انما نطعمكم لوجه الله. يبقى هم قدموا الخير كل ده ليه؟ لله رب العالمين. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. زوجه ميت ومعايا عيالين، واد وابن، وظروفه وحش، ظروفه وحش. يا ترى لما تلاقي شخص محتاج، شخص فقير، تقف جنبه ولا تعمل نفسك مش واخد بالك؟ مشوار الخير النهاردة مع مؤسسة فذكر مع أم محمد. تعالوا نشوف هي محتاجة إيه. إزيك يا أم محمد؟ سلام سلام. اخبارك ايه؟ حلو الحمد لله. كويسه؟ كويسه الحمد لله. طمنيني عليكي كده، احكي لنا ظروفك. انت عندك كم ولد وزوجك فين؟ زوجي ميت. متوفى؟ متوفى. اه. ومعايا عيالين، واد وبنت. ولد وبنت. وظروفه وحشه، وقاعده هنا عاوزه بس محل بس تنضم اقعد فيه من اولادي. تمام. وبروح اشتغل. متوفى الاول من امتى؟ متوفى له سنتين اهوت. سنتين. انت اللي بتجري على اولادك؟ وانا اللي بجري على اولادي وبشتغل في الغيط. بتعلميهم يا محمد؟ بيروحوا المدرسه. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يكرمك. هم قد ايه؟ عيل عنده 10 سنين والتاني عنده 8. 10 و8 سنين. ليه بتعلميهم ليه؟ وصلي للناس كده. بعلمهم عشان ده مسؤوليه في رقبتي وعيال، يعني ربنا يكون يطلع حلوين ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. يعني انت بتعلمي اولادك علشان تحافظي عليهم. أيوه. وعشان دي مسؤوليه قدام ربنا. ايوه. ربنا يبارك فيك يا رب. وما تخرجهمش ابدا من المدارس. لا. اوعي. لا والله، دي اهم حاجه. لا. طيب بتصرفوا ازاي؟ بتاكلوا وتشربوا؟ يعني يومكم بيعدي ازاي؟ بروح اشتغل واصرف عليهم، وان ربنا حن على قلبي يقبلهم، يعني الناس ربنا بيحن على قلبهم ويقبلهم، يعني اللي فيه الخير بيقسم. بتشتغلي في الارض؟ الغيطة. في الارض. طب وبتسيبيهم بقى بيبقوا في المدرسه وانت في المدرسه؟ ايه، بروح اشتغل الصبح والعصر، يعني بروح الصبح والعصر. يا رب ويديك الصحه كده وتشوفيهم احسن ناس في الدنيا يا رب. طيب انت نفسك في ايه؟ نفسي في اي حاجه بس يعني حاجه تساعد العيال وخلاص، تدخلهم كشك والقطن ده بس اطمحرهم. انت قلت لي قبل ما نصور ان انت محتاجه اي حاجه تبقى مصدر رزق ليكي يعني. أيوة. ولو كشك صغير. ايوه لو كشك ولا اي حاجه مصدر رزق، تبقي خلاص هو ده المصدر رزق. أيوة. اللي تاكلي منه انت واولادك. ايوه اي حاجه يعني. طيب. تدخل العيال وخلاص مع الشغلانه اللي بتشتغلها. الله يقدرنا كده باذن الله. ويعني هو المطلب مش حاجه كبيره قوي، كشك او حاجه زي كده، مش حاجه صعبه ومش تكلفه كبيره، ممكن تكون مثلا تقريبا 10,000 15,000، يمكن اكتر شويه يمكن اقل شويه. ولكن الحاجه اللي احنا شايفينها دي وحاسينها مش حاجه كبيره قوي، هي بالنسبه لهم تسوي الحياه اللي هم هيعيشوها. مع بعض ان شاء الله ومع مؤسسه فذكر نقدر نساعدهم ونعمل لهم مصدر رزق علشان الاسره الجميله دي، ام محمد وولادها الاثنين،
يعيشوا حياة كريمة ويا رب يقدرنا جميعا. الصورة بتتكلم والحالات بتتكلم، يعني التقارير واضحة جدا والحالات يعني كلهم عايزين الستر، كلهم طالبين الستر. طيب شوف، احنا انا كنت بحلب بالله بقول احنا لو فهمنا مسألة الزكاة اذا اعطيتم فاغنوا، فكان سيدنا الامام النووي يقول لما نشوف انسان فقير ولا اسرة فقيرة نشوف ايه اللي يصلحها نبدأ نعمله، مش اللي انا بديله كل شهر 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه هيفضل طول عمره عايش في الفقر بالطريقة دي، وانا مش محتاج الناس تعيش بالفقر بالطريقة دي. امال انا اعمل ايه؟ اعمل لهم مشروع يبدأوا، يعني المشروع ده هو بقى يكون سبب في إضرار الرزق عليهم والدخل عليهم والمال عليهم، فلا يطلبون من إنسان أبدا مهما كان. أمال إيه؟ ده ربنا الحمد لله أغناهم، وإن كان الفلوس بسيطة اللي هتدخل لهم بس الحمد لله معيشاهم، حمدين ربنا شكرين ربنا سبحانه وتعالى، يبدأوا يعملوا الكلام ده اللي هو ببدأ أعمل مشاريع. ليه؟ لأن إذا أعطيتم فأغنوا. طب أنا هغني إيه؟ تعرف إن الفقهاء قعدوا يتكلموا يقول لك يعني أغني الإنسان أديله ما يكفيه سنة، واللي يقول لك ما يكفيه من 60 ل 70 سنة عشان قال أعمار أمتي ما بين 60 و 70. قال لك طب أنا أقعد أحسبه بقى 60 70 سنة هيعيش إزاي؟ حصل حالة تضخم، انا هعمل انا مش عرفنا انا ايه اللي هيحصل في ده. طب نعمل ايه؟ فقالوا لا استنوا 60 70 سنه العمر ده معناه ايه؟ اللي انا افتح له مشروع. افتح له مشروع ايه؟ افتح له مشروع ده عشان يبدا يعيشه، يبدا لا يحتاج بعد ذلك الى ان كل واحد يرمي له 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه وهو منتظر بقى عشان يمد ايده بالطريقه دي. الاسلام يرفض ذلك يا استاذه دعاء، يرفض ذلك. وبالتالي فاحنا محتاجين اللي احنا ايه؟ يبقى عندنا قضية الإيثار وقضية النفقة، ونبدأ نبحث عن الفقراء والمساكين، نبدأ نساعد هؤلاء الفقراء والمساكين، لأن احنا اللي محتاجينهم مش هم اللي محتاجين لنا، محتاجينهم عشان ندخل مع بعض إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر. مش كانت بتقول لنا اوعى تنسوني اوعى تنسوني، كل ما بشوف فاطمه مع ماما ببقى نفسي ابقى زيهم نفسي ابقى زيهم. احنا موجودين دلوقتي في أوسين جايين نشوف سماح، باباها ومامتها انفصلوا وهي طفله صغيره، الام مشيت ما نعرفش هي فين لحد دلوقتي، والاب اتجوز ورمى سماح في الشارع. كلمتنا وطلبت مننا نيجي واحنا جايين عشان نساعدها، بس اتفاجئنا ان سماح بتدور على مامتها وحلم حياتها، ان مامتها اللي هي ما تعرفش مكانها فين لحد دلوقتي وتخلت عنها وهي صغيره، تشوف الفيديو ده وتحضر فرحها لانها وحشتها قوي. ليه عايزه مامتك تحضر الفرح بتاعك وهي سابتك وانت صغيره ومشيت؟ عشان انا كل ما بشوف فاطمه مع ماما بيصعب علي نفسي في حاجات كتير، يعني عشان كده نفسي اشوف نفسي تفضل معايا في الوقت ده. بتدوري عليها؟ دورنا عليها شوية وبعد كده قطعنا، عشان لما لقينا نفسنا تعبنا ومش لاقيين مكان ولا عارفين هي فين، ما حدش دور تاني. آخر موقف فاكره لها، آخر مشهد، آخر مرة شفتيها فيها؟ كانت قبل ما تمشي كانت بتقول لنا ما تنسوا تنسوني عشان ده لسه بحبكم. آخر مرة وبقت تعيط وهي مش، وإحنا لما هي مشت بقينا نعيط عليها، فسابتنا إحنا أربعة على فكرة، أربعة شقق وثلاث بنات وولد. انتي باباكي اتجوز ومشيتي وسبتي البيت من عنده من معاملة مراته ليكي، ومامتك مشت وفجأة بقيتي في الشارع لوحدك، احساسك ساعتها كان ايه؟ مش عارفة بصراحة، كان احساس غريب، يعني كنت اول مرة بتحط في موقف زي كده. لو مامتك ناهد عبد العظيم عبد العزيز او اي حد يعرفها شايفنا دلوقتي وشايفاكي، تقولي لها ايه؟ انا نفسي ان هي تفضل معايا في الوقت دوت، وتبقى زي مثلا امها بتروح لبنتها تفرش لها الشقه وكده، نفسي هي كمان تبقى معايا. ايه الحاجات اللي انت محتاجاها نقدر احنا نقدم اللي نقدر عليه، والناس اللي بتتفرج علينا اللي يقدر يقدم حاجه في جهاز العروسه يقدم، محتاجه ايه؟ لسه ناقص لي الثلاجه والغساله، ولسه ناقص لي البوتاجاز، وناقص لي حلل، وناقص لي حاجات المطبخ واللي هي حاجات كل الناس. حاجه كل حاجه لسه يعني ما جبتش حاجه. جبت ايه في اللبس؟ لسه جايبه. جبت ايه في العبايات؟ لسه بلقط فيها ايه واحده زي واحده عبايات. طيب احنا هنتواصل مع جمعية فذكر وهنوصل الحالة بتاعت سماح ليهم، وان شاء الله يكون لها تحرك وتجيب لسماح حاجات في جهازها. وبرده الناس اللي بتتفرج معانا عروسة
ويعني لما بيبقى في عروسة كلنا بنفرح وبنشارك وبنجيب. اللي يقدر يقدم لسماح حاجة في جهازها يتواصل مع جمعية فذكر. وتاني يناهد مامة سماح لو بتتفرجي علينا، احنا كلنا بنشارك ان احنا نفرح بنتك. لو كنت مشيتي وسبتيها قدامك الفرصة انك تصلحي ده وتبقي جنبها في اهم يوم في حياتها، يوم فرحها. حاجة صعبة يعني جدا، البنت نفسها مامتها تبقى معاها وتفرق. يا رب ما ترجع لها، يا رب وان شاء الله يعني تكون بتشوف التقارير دي وترجع لها ان شاء الله باذن الله وتجد اذان موسيقية يعني، ونساعد بقى البنت دي ان هي تفرح بقى وتتجهز جهاز عروسة يعني. يعني هو ده من احب الاعمال الى الله عز وجل، اللي هو في النهاية سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. وانا عاوز اقول بس حاجة يا استاذة دعاء وانا بنختم، اللي هو في النهاية أنا وأنا بطلع أحيانا المال، ومش أحيانا كتير قوي، المال بيبقى أحب إلي من اللي أنا خرجه، عاوزه متدفي كده، عايزه معايا، فأنا أطلعه يبرد، فلا أقوله سيبه يبرد ويطلع ما يبتلكش مالكش التدعوة، واصبر على ذلك. فشوف القرآن يقول إيه، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني بيعملوا الطاعة اللي ربنا، وده كله بيصبروا على طاعة الله عز وجل، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ولما بيعملوا معصية يروحوا جايبين وراها حسنة ويدرؤون بالحسنات السيئة في النهاية، دول في مالهم يا رب، أولئك لهم عقبى الدار. أنا بشكرك في نهاية الحلقة يا شيخ أحمد، ربنا يكرمك، وبشكركم مشاهدينا، وسيبكم آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فذكر. طالبين من ربنا والله العظيم، بنروح عند الجيران والله بعيالنا والنطرة شغالة علينا والله، طالبين من ربنا بس ان بيتنا يتبني وتعمل من فوق بس، يتسقف ولا يتعيق اي حاجة والله، طالبين من ربنا بس، طالبين من ربنا بس، طالبين من ربنا بس والله، طالبين من ربنا بس، عيالنا بيجروا بس والنطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا مع حضراتكم نشوف حالة جديدة، حالة فعلا عايشة في معاناة، عايشة في ألم وعايشة في وجع. أسرة فقيرة جدا جدا، مع الفقر اللي هم فيه، إلا أنهم قاعدين في بيت ما فيهوش سقف. الأسرة قاعدة في بيت ما فعلا ما فيهوش سقف، متعرضة للمطر، نزول الأمطار، الهواء سقيع بالليل. أسرة ست أرملة بتربي في أيتام، معاها خمس أولاد يتامى وقاعدين. تعالوا نشوف مع حضراتكم الأسرة محتاجة إيه وإيه طلبتها. بسم الله الرحمن الرحيم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وعلمنا أن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قد إيه وإحنا عايشين في ظل البرد ده والمطر ده، في ناس لحد النهاردة ما عندهمش سقف يحميهم، بالفعل عايشين في بيت بدون سقف خالص، بيت مهمش فيهوش أي سقف خالص، المطر في أي وقت ممكن ينزل عليهم. تعالوا مع حضراتكم نشوف الأسرة دي محتاجة إيه وبتعاني من إيه. طالبين من ربنا والله العظيم، بنروح عند الجيران والله بعيالنا والنطرة شغالة علينا والله، طالبين من ربنا بس إن بيتنا يتبني وتعمل من فوق بس، يتسقف ولا يتعيق اي حاجة والله، طالبين من ربنا بس، عشان عيالنا والله العظيم بنجري عند الجيران والنور بيقطع، وبنجري عند الجيران والله العظيم بعيالنا ويعيطوا. لما المطر تنزل بتعمل ايه؟ بنروح عند الجيران والله العظيم بعيالنا، عيالنا النور بيقطع، بيفضل يعيط وبشللهم كده ويعيط والله والنور قطع. طب تقولي للاهل الخير اللي سامعينك وشايفينك دلوقتي محتاجه منهم ايه؟ والله العظيم ويفضل يعيط والله والنور قطع، بنروح عند الجيران والبيت بتبقى غرقانهم ميه وعايزين بس البيت اهم حاجه يتبني ويتعمل بس العائد بتاعه بس، اهم حاجه تقبل من ربنا بس، الله يكفكم شر المرض. محتاجين سقف بيت. تقولي الناس ايه؟ تقولي الاهل الخير ايه؟ محتاجه سقف بيت ومحتاجه ايه تاني؟ حمام والله، حمام ما عندناش حمام والله، علينا كروده والله العظيم، طالما من ربنا والله. امنا واختنا لها طلب واحد يا جماعه،
بتقول لحضراتكم انا محتاجه يعني البيت يستر عليا، محتاجه سقف بيت. سقف البيت سهم الواحد ب 5000 جنيه او السقف كله ب 20 او ب 30000 جنيه. هتقدر تصرف اسره كامله، اسره مكونه من 6 ارمله بتربي في يتامى، معاها اولادها يتامى، عايشه في بيت للاسف ما فيهوش سقف خالص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. هتقدر فعلا تستر هذه الاسره ب 5000 جنيه وربنا يسترك في الدنيا ويسترك في الاخره. هتقدر تساهم وتساعد في ادخال السرور والفرح على الست دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخل السرور والفرح والسعاده عليك في الدنيا وفي الاخره مع مؤسسه فذكر.